لا فامي كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ دخلنا مع راسكم. نتمنى يا ربي ديما ديما تكونوا بخير وعلى خير وباتم الاحوال ان شاء الله يا ربي. وكيف ما معوده كنفتتح الفيديو ديالي بالدعاء الى الله عز وجل ان يشفي كل المرضى المسلمين يا رب. وحتى نتوما خوتي دقيقه من وقتكم على ويداكم نسمعوا وطلبوا ربي يشفي جميع المرضى جميع الناس اللي مرضين كيعانيو في صمت يا ربي امين. كما يقال دعوه الاربعين مستجابة بحول الله. ومرحبا بكم مرة أخرى معايا في القناة ديالي اللي هي قناة ميمي فلوك واللي هي حتى هي القناة ديالكم. شكرا بزاف على الدعم والمساندة ديالكم وتحياتي للجميع. اليوم أنا فامي واحد الفلوك مخلط جمعت فيه يعني أي حاجة جات لي جالي على النظر ديالي صورتها وبارطاجيتها معكم. اليوم يوم ممطر جد ممطر وحبيت نشارك معكم هذه الاجواء ديال رائعه جدا. ما كاينش ما هو اجمل من الامطار وهي تعطيله وديك القطرات المطر طق طق طق. ما كنظنش شي واحد اللي ما كيحمقش عليها. وانتم كما كتشوفوا من كيف ما كنقولوا من قلب الحاجات شاركت معكم اجمل لقطات. ونتمنى يا ربي الفيديو ديالي نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استمتعتوا معايا بهاد الطبيعه هذه الرائعه ولو قليلا ان شاء الله يا ربي. وكيف ما كنقول لكم دائما اللي يعجب له الفيديو تخرج عليا بلي لايك لي كومونتاريو. وشكرا بزاف بزاف انتما خليكم معايا للاخر فيديو واستمتعوا بهذه المناظر الرائعه النافذه بالحيويه والنشاط. انتما شوفوا هاد الوريده هادو هديه للكل اللي كيتابعوني. انتما تبارك الله شتا يعني واخا مزيدش وقتها تبارك الله يعني جات واحد الوقيته اللي ما كناش احنا متوقعينها واللي يعني نقات الدنيا غسلات حيدت هاد الغبار اللي كاينين بزاف الحاجات والنباتات كانوا بحاجة لهاد الشتاء. احنا كذلك الحمد لله يا ربي على هاد النعمة كلشي حيت كلشي كيجي مع كلشي مع الامطار كلشي مع الماء. اي حاجه كتحتاج للماء باش تحيا باش تعيش. شوفوا القطيره الشتاء على شجره العنب وهذه شجره التين. هذه كنسميوها حنا شجره الشتوى باقا يعني الكرمز الثمر ديالها باقا استتوى في اواخر الصيف عاد كتوجد. انتم شوفوا على المناظر القطيرات ديال الماء بحال شي بحال لآلئ كالدار سبحان الله العظيم. المهم انا كيف ما قلت لكم اي حاجه صادفتها قدامي بارطاجيتها معكم صورتها بارطاجيتها معكم. ها راني نينا بقى ستيت واحد هي اللوز النحيلة تمتصو بزاف. وهذا الطاجين ديال البيصارة من عشاق البيصارة عدلاتو الوالدة الله يعطيها الصحة ولا بعمرها. حبيت نبارطاجيه معاكم هو باقي عاودتو يغلي في إسخان في أي نور. وهذه دبة الحلزو فوق حجارة من لا يعرفها
هل من عشاق بابوش غلال؟ هل من عشاق لهذا الكائن؟ أنا شخصيا ما كيعجبني شي، يعني غير بغيت نبارطاجيه معكم وصافي. ما كيعجبني المنظر ديالو، هيدا نشوف فيهم يعني كيفاش كيتحركوا، كيفاش المنظر فيهم مزيون الحق. ما كيعجبنيش صراحة. ويقالوا ما كيقولوا فيه الدواء، يعني الناس اللي كيطيبوه وكيشربوا الماء ديالو فيه الدواء قالك بزاف. واكثر ما عجبني، اكثر حاجة عجبتني في هاد الشيء هذا اللي بارطاجيه، هاد البناية التحفة، كش نقول هاد البناية المعمارية، يعني صراحة تعرضت الانتباه ديالي بزاف، انو بغيت بارطاجيها معكم. سبحان الله العظيم، يعني كيفاش طاحت الشتا وداكشي. بلا شك ان يعني هاد البيوت بالمل وبزكات مغاربة وبقاو كيخرجو، يعني كيخرجو داك الطين اللي كان داخل في البيوت ديالهم فازك، كيخرجو على برا. ويعني تشوفوا سبحان الله العظيم الطريقة كيفاش كيتعاونوا مع بعضهم، كيفاش يعني ديك المساعدة عندهم، يعني سبحان الله العظيم. ربي يعمل لنا، سخر لنا الكائنات وعطانا يعني عبرة باش حنا يعني نستافدوا منهم. سبحان الله العظيم، شوفوا اللي مبغاش يعتبر. صراحة واحد الهندسة معمارية رائعة، يعني بهرتني انا شخصيا، بهرتني. وانا يعني من زمان يعني هذه البيوت النمل يعني كنبقى عجيبة فيهم صراحة، سبحان الله العظيم. واحد الحماس عندهم، واحد النشاط. كيتعاونوا باش يوجدوا، كيتعاونوا ويجمعوا المؤونة ديال الشتوى. دابا في هاد اللحظة هادي الصرصور كيكون كيغني، حتى الشتوى عاد كيمشي، حتى الشتوى عاد كيمشي يدوق على النملة كيقول لها عطيني شتي دود الحبوبة خالتي النملة. بلا شك هاد القصة راه خاصكم. شنو كتقولو النملة ملي كانو ملي كنا زعما كانو الناس كيجمعو فيك، كنتي انتي كنتي يعني كيما كنقولو ما مسوقش، يعني عطيها المساريات وهادي وهادي. يعني كاين فرق كبير بين النملة والصرصور في الجدية والعمل. شوفوا هانتوما، شوفوا سبحان الله العظيم بيوت النمل كيفاش عامله. وهذه البطة النشيطة، هذه البطة هذه مسكينة يتيمة اللي كان جا واحد جروحة شاكم وكلا لها يما، كانوا بيتين على برا سينا خليناهم على برا، وجا داك الجروح كلا لها يما مسكينة كتقصي دابا. يعني واحد المنظر يعني مؤلم صراحة. وبقات غير هي، دابا كبرت وكتقول نسمع. النشاط عندها الصباح هاد اللقطة هادي، يعني صوتها في الصباح بكري بزاف، قلت لي مع الشرجم وبقات يعني كتلعب في الماء وكتقاقي من داك الصوت ديالها. وق 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 وق، الشيء اللي خلاني نوض نهز التليفون ونوض بلا عكز ونمشي نصورها باش نبارطاجيها معاكم. وهذه
هادي الوردة ديال قرا قرا المملكة عفوا النحلة تمتص اللحيق ديالها الله هاد القرعة قداش عملت كانت ستيت وبحال هادي اللي كتشوفو معاها وبارطاجيت معكم عاوتاني هاد شجرة الصبار أو ما نسميه احنا بالمنطقة أفودر إفودر أفودر المهم خسارة خسارة الحجرة القرمزية عملت اليوم ما بغات تحرمنا من الهنديات لا ما تحرمنا من الهنديات صراحة يعني نأسف كثيرا صراحة هي وحتى هذا جبرتو قدامي حتى هو قلت نبارطاجيه معكم مهم اصحاب القلوب الضعيفة كنظن راح يقدروا يتفرجوا في هذا الفيديو اللي ما كيقدروش يشوفوا الحشرات وبحال هذا الشيء المهم انا قلت لكم اي حاجه جبرتها قدامي صورتها باش نبارطاجيها معكم هذا العنب باش كيكون باقي عاد يعني باقي ستيتو باقي ما التمر ديالو باقي ما طلعتشي شوفو كيفاش كيكون ونتمنى يا ربي الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا عافاكم بلي لايك وكومونتاريو صوتوني مشاه يبقى هذه معنايا صورتهم كاملة ما قلتكم اي حاجة بارطة قدامي في هذه البلاد هذا صورتهم في البارطة ديال معكم هادشي اللي كاين ونتمنى يعني المهم تحبكم فيديو مميز نتمنى يعني من الاعجاب ديالكم ممكن عندكم تنسون كوني يعني استمتعتوا معايا ولو قليلا هذه وجبة هذا وتحياتي للجميع الله يحفظ الجميع الله يسر على الجميع يا ربي اللي كيتمنى شي حاجة الله يسهل عليه وشكرا بزاف بزاف على تنقصها يلا في امان الله في بلد اخر ان شاء الله مع السلامة السلام عليكم